الأعزاء متابعين الكرام، سادس أشواطي هذا المساء الجميل أو الصباح الجميل والمميز، حيث ننطلق مع الانتاج والمنتجين اندفاعات قوية وتحديات مثيرة. شوط المهجنات الأفكار يسير مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، نسير مباشرة إلى الصدارة الأولى والمقدمة الأولى ونتعرف على المركز الأول. هذه اللي في الصدارة لناصر بن حمد بن سهيل الخيالي اللي تقدمت زاهية، زاهية خذت المركز الأول، بينما المركز الثاني هناك الدخول، هناك ضبة في المركز الثاني لضاعن بن عبد الله بن ضاعن الغفلي خذ المركز الثاني، بينما النقلة مباشرة إلى المركز الثالث، حيث أجد في ثالث المراكز القادمة هذه الحذرة لسلطان بن محمد الملعاي الكتبي خذ المركز الثالث، بينما المركز الرابع شعار بن غدير وصل وخذ المركز أيضا الرابع مع مسكته حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، يأتي مع المركز الرابع والمركز الخامس القدوم هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام من طرابلس لأحمد بن خليفة بن زهرة الخيالي، وصل في هذه اللحظات خذ المركز الخامس، وأيضا المركز السادس هناك أيضا وصول جديد ودخول مميز على سادس المراكز. هذه القادمة شفة لمحمد بن خليفة المهيري يتقدم أيضا ويقدم لنا هذا الاسم، بينما الدخول الآخر هذه أمجاد لعبيد بن سالم بن راشد بالحبال الكتبي وصل مع امجاد ومع هذا الاداء المتميز خذت المركز الثامن. المركز التاسع هناك ايضا القادمة في تاسع المراكز هذه اللي هي عشاق لسلطان بن حمد بن مطر بن عميرة وصل في هذه اللحظات على المركز التاسع. المركز العاشر، المركز العاشر الوصول في عاشر المراكز المتدخلة في هذه اللحظات، هذه هي مخيلة منصور بن علي بن سالم ايضا راعي الرقود العامري وصل في هذه اللحظات يتقدم من خلال هذا الاسم. هذه نتيجتنا، نعود الى مقدمة الشوط، نعود على المركز الاول والصدارة الاولى والمقدمة الاولى. هناك مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام الصدارة مع ايضا شعاري ايضا ناصر بن حمد بن سهيل الخيالي من يقدم لنا هذا الاسم، اسم زاهية، اسم زاهية، بينما المركز الثاني ضبا ضاعن بن عبد الله بن ضاعن الغفلي يقدم لنا ضبا على المركز الثاني، مسكته في المركز الثالث حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي وصل وخذ المركز الثالث. المركز الرابع هذه هي امجاد عبيد بن سالم بن راشد بالحباله الكتبي خذ المركز الرابع. المركز الخامس الوصول، الله الاسم الجديد بدا يتدخل، هذه القادمه هذه ظن ايضا عبد الله بن سلطان بن سعيد الدرعي وصل مع ظن، يتقدم مع ظن وما يخيب الظن في ظن، بالفعل وصلت وخذت المركز الرابع، بينما المركز الخامس عشاقه لسلطان بن حمد بن عميره الشامسي وصل وقدم قدم اسم ايضا ومنافسه قويه، بينما هنا الوصول الاخر من طلعه لعبد العزيز بن سلطان بن تريم وصل شعار بن تريم يتقدم هنا من خلال هذا الاسم ومن خلال هذه المنافسه القويه في هذا الشوط. هناك ايضا ياتي من خلال الشفه محمد بن خليفه بن قحيد المهيري ووصل في هذه اللحظات ويتقدم بانتاجه الفاخر، وبن زهره يتقدم مع طرابلس احمد بن خليفه بن زهره الخيالي يصل في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام على المركز التاسع، بينما المركز العاشر ايضا مخيله منصور بن علي بن سالم العامري راعي الرقود وصل في هذه اللحظات وتقدم من خلال هذه المنافسه الرائعه. هكذا النتيجه مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام في هذه الاندفاعات الجميلة. أعود إلى زاهية، زاهية على صدارة، زاهية على المركز الأول، ناصر بن حمد بن سهيل الخيالي يتقدم بإنتاجه الفاخر، يتقدم بنوعياته المميزة، بينما بن تريم في المركز الثاني مع طلة أيضا عبد العزيز وسلطان بن تريم الكتبي وصلت أيضا المركز الثالث. القدوم في ثالث المراكز هذه ظن أيضا يتقدم عبد الله بن سلطان بن سعيد
سعيد الدرعي يقدم لنا ظن وعشاق القادمة أيضا تتقدم بهذا الأداء المتميز لسلطان بن حمد بن مطر بن عمير. وصل راعي الرقود، وصل راعي الرقود، يتقدم راعي الرقود مع مخيل منصور بن علي بن سالم العامري، يتقدم يقدم لنا هذا الاسم، يقدم لنا هذه الانطلاقة. بينما الوصول الجديد القادمة هذه مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام راهية، أيضا يتقدم حمد بن عوض بن مبارك المهيرياتي في هذه اللحظات مقدما لنا راهية في هذا الشوط والوصول الآخر. هناك من خلال مثير محمد بن حماد بن سالم الاكتبي، هذه النتيجة، هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. نعود إلى الصدارة الأولى، نعود إلى المقدمة الأولى، حيث أجد هناك أيضا اللي هي طلعة طلة 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 سعيد أو عبد العزيز بن سلطان بن تريم، بن تريم على الصدارة، بن تريم على المركز الأول، زاهية في المركز الثاني، ناصر بن حمد بن سهيل الخيالي يتقدم، وصل بن زاهرة، وصل بن زاهرة يتقدم مع طرابلس، أحمد بن خليفة بن زاهرة الخيالي يصل، وبن حماد أيضا مع مثير محمد بن حماد بن سالم الاكتبي على المركز الرابع، بن زيتون يتقدم، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري متقدما من خلال ايضا الدانة، وصلت الدانة وتقدمت الدانة، ولكن هناك ارى ايضا القدوم من الشايبة لمحمد بن ناصر الشنقل. هذه نتيجتنا، ولكن نعود الى جولة الاوامر والتحديات في الكيلومتر الاخير، في الكيلومتر المثير. يا سلام يا سلام يا بن زاهرة، بن زاهرة بدأ يقدم طرابلس، أيضا طرابلس على المركز الأول والصدارة الأولى، هذا أحمد بن خليفة بن زاهرة الخيالي، وصل بن زيتون، وصل بن زيتون يتقدم مع الدانة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ولكن الدخول هناك هذا الاسم الجديد، أول ندى، أول ندى شعار الراشدي على ما أعتقد، بدأ يتدخل من عمق الميدان ياخذ المركز الثاني. الله الله، شوف القدوم ايضا بن منانة، بن منانة يقدم نوعية فريدة، هذه تعزيز سعيد بن منانة يتقدم، ولكن الله يا الاكتبي، ولكن طرابلس، طرابلس على الصدارة، طرابلس على المركز الاول، يتقدم بن زاهرة، يقدم لنا طرابلس، هناك احمد بن خليفة بن زاهرة الخيالي والمركز الثاني، هذه مثيرة لمحمد الحماد سالم الاكتبي ودانا في المركز الثالث، يتقدم ايضا محمد عتيق بن زيتون المهيري، وصل التعزيز سعيد بن منانة بن غدير يقدم لنا نوعية فريدة، نوعية جميلة. الله 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 يا طرابلس، طرابلس على المركز الأول، وبن منانة، بن منانة يبحث عن النقطة الثانية. الله يا سلام، ولكن طرابلس على الصدارة، أحمد خليفة بن زهرة الخيالي، وبن منانة أيضا يقدم تعزيز سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي، لمن الفوز، لمن الانتصار؟ يا سلام، هنا الدخول الجميل، المركز الثالث ايضا مثير محمد الحماد بن سالم الكتبي، المركز الرابع الدانة مع محمد العتيق بن زيتون المهيري، والمركز الخامس كان الوصول مع عزة في المركز الخامس المسلم بسالم بن سعيد المحاربي. تهانينا والناموس بن منانة وبن زاهرة، بن منانة وبن زاهرة، راعي عباب هناك يبحث عن النقطة الثانية، هكذا الإعادة، والإعادة فيها الإفادة. تهانينا نزفها أيضا على هذا الفوز لسعيد بن منانة بن غدير الكتبي، وعلى فوز أيضا اللي هي مشاهدين الأعزاء تعزيز. تهانينا والناموس، 9 دقائق 5 ثواني، 3 أجزاء من الثانية، سلام بو سالم، سلام على هذا الأداء المتميز. المركز الثاني طرابلس ايضا قدمت عرض رائع وجميل، احمد بن خليفة بن زاهرة الخيالي، 9 دقائق 5 ثواني و3 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثالث، وصول في المركز الثالث، هناك الدخول في المركز الثالث ايضا ب9 دقائق و6 ثواني و3 أجزاء من الثانية، تهانينا لمالك مثيرة محمد بن حماد بن سالم الكتبي، تهانينا والناموس للجميع.